حزب الله هو اللي مسيطر على الدولة، مسيطر على أركان وأجهزتها. السعودية تطلب ما هو حق لها فيما خص حماية سيادتها. كيف يمكن حل الأزمة مع الدول العربية؟ قواعد حل الأزمة هي المعيار، هي الطريق، يعني هي المسار الصحيح. مطلوب يكون في لبنان دولة كاملة المواصفات بالحد الممكن. اليوم اللي مبين واللي واضح انه في دوائل او في حزب الله هو اللي مسيطر على الدولة، مسيطر على اركانها واجهزتها. وما يحصل هو انه يتخذ سياسات واجراءات ومبادرات بالحروب في سائر الاقليم، ويرتب ذلك على الدولة اللبنانية نوع من المآخذ المؤلمة او الاجراءات المؤلمة كما حصل في الموقف من الاجراءات السعودية. العودة إلى معيار الدولة أنه في يكون دولة لبنان بجامعة الدول العربية، يكون صديق هذه الدول، يكون خارج صراعاتها بالممكن، دائما بقول بالممكن، بأدي إلى إعادة أمور إلى نصابة. يعني توقف حزب الله عن قتال السعودية من اليمن ومن ثم شتمة والتعرض لقياداتها. يعني اليوم المشكلة مش بس إرداحة، لا إرداحة يعني هو نتيجة لا قداحة نتيجة ل يعني مجموعة تراكمات أدت إلى هذا الواقع. هذا الواقع هل بتكفي استقالته اليوم؟ أنا ما بني شايف الاستقالة هي رح توصل رح تصير، ما مستبعدها، لأن حزب الله رافض. والملفت بالكلام إنه وزير رداحي عم بيحكي عن ضمانات، يعني إنه ما عرفنا شو هي ضماناتها، الواحد يعرف شو مطلوب لصالح البلد، لانه اللي صار اليوم هو سلبا على مصير البلد وشعبه والمغتربين عايشين بالسعوديه. من هون مش معروف الامور كيف رايحه، ولا يعتبر حدا كمان انه من هذا الفريق انه اذا استقال ارداحي انه قدموا خدمه للبلد، يعني ما هن دمروا البلد بسياساتهم وبخياراتهم الإقليمية اللي هي يعني على خط المواجهة مع كل المجتمع العربي والدولي. اليوم بيعتبر هيدا الفريق انه السعودية تخرق السيادة اللبنانية، انه عم تفرض إملاءاتها على الدولة اللبنانية، وهذا خرق للسيادة. شو رأيك بهذا الحكي؟ انا بدي انطلق من نقطة انه الدولة السعودية مش جديد على الساحة العربية، بدون ما نفوت بهذا النوع من انه المزايدات. السعودية تطلب ما هو حق لها فيما خص حماية سيادتها. عم نشوف المسيرات اللي عم والصواريخ البالستية اللي كانت تنقصف على السعودية، الحرب من اليمن على السعودية وفي اليمن من يعني من جانب محور الممانعة وتحديدا حزب الله. السعودية تطالب بالاستقرار وعدم التعرض لسيادتها. عم بيصير بلبنان هو طبيعي ينحكى مع لبنان، أن لبنان هو المنبع لهذا التشويش على السعودية والتعرض لها ولسيدتها. حق طبيعي أنا أرى، لأنها لم تطلب إلا يعني هي دخلت على خط الوزير قرداحي لتقول أنها يعني تريد تصويب الأمور. وحدد وزير الخارجية عدة مرات أنه المشكلة هي مع حزب الله وهذا النهج. عندما حتى طلب من الوزير قرداحي أو كان ميالا إلى حد ما يعني للاستقالة، كان جواب حزب الله بأنه لا يريد. يعني اليوم الذي هو يسيطر على القرار هو حزب الله، الذي يواجه السعودية يعني وضع الشعب اللبناني متراسا أمامه. برأيك السعودية خلص سحبت إيدها من لبنان بسبب هذا الموضوع، بسبب موضوع قرداحي وحزب الله؟ هلا ما بعرف كيف موضوع أن سحب الإيد، يعني بالتحديد أنه حتى اليوم أخذ السعودية هالإجراءات بتصعد بتزيد نتيجه كيفيه تعاطي لبنان مع بامان مهددين. نعم لبنانيي الخليج مهددين. انا بستبعد، لانه يعني السلوكيه السعوديه لا تصل الى حد يعني تعرض للقمه العيش حتى الشيعة. يعني انا بقول كل من يمس ان الامن في اي دوله انه سيكون معارضا، حتى شفنا في غير العالم مش بس السعوديه، هذا امر ممنوع. من هنا يعني الأخلاقية الموجودة للقيادة السعودية لا تصل إلى حد يعني التعرض للواقع الاجتماعي والمعيشة للمواطنين اللبنانيين. إذا كان بعضهم يعني عنده يدخل في مؤامرات كما هو الواقع في الكويت، فهذه مسؤولية يعني حصرية في هؤلاء الأشخاص. بس أنا كمراقب أستبعد أن تلجأ السعودية إلى هذه الخطوات. غير موضوع السعودية، اليوم في موضوع تاني عم بيعطل الحكومة، يلي هو المشكل بين السياسي والقضاء.
الخلاف مع القاضي بيطار من قبل فريق أفريقاء كتير كبير بلبنان، لأنه إذا بنلاحظ مش بس مثلا تنقول الممانعة اللي عندها مشكلة مع القاضي بيطار، حتى فينا نقول مثلا الوزير نهاد المشنوء وبعض الشخصيات الأخرى. برأيك كيف ممكن ينحل هذا المشكل، وكيف بدها ترجع جلسات الحكومة على أثر موضوع القاضي بيطار؟ أنا ما مطلع من منطلق أنه في مشكل مع القضاء. أنا بشوف في تمرد على القضاء وعملية ضرب القضاء. القاضي طارق البيطار عم بتطلع على الملف موجود قدامه، ما بيقرأ هو إذا أنه هذا المشنوء اسمه موجود فيه أو علي حسن خليل، هو بتطلع على الوقائع، ومن ثم عندما يعتبر بأن أحد الأشخاص أقدم على هذه الوقائع ويتطلب الأمر أن يأتي به إلى التحقيق ببين اسم معين، مش أنه عملية موجهة نحو أحد، بس إنما هي تمرد على القضاء، لأنها أول مرة في تاريخ لبنان يتجرأ قاضي أو أكثر، سبقه في القاضي فادي صوان وتبين في عدة قضاة رجعوا في ملفات الرد وغيرها بأن هنالك يعني بعد عينة من القضاة تعطي أمل. إنما اعتادت قوى السياسية في البلد أن ترفع الهاتف وهي جالسة في منزلها وتخاطب القاضي أنها تريد أن تقتل الصراحة. بس بدنا نحكي الصراحة، وانا بشوفها وكثير ناس بتشوفها، انه القاضي بيطار بمطرح من المطرح عم يستنسب، يعني بيستدعي وزير بدون ما يستدعي رئيس حكومته، بيستدعي رئيس حكومه بدون ما يستدعي وزرائه. اولا في نقطتين، اول نقطه الاستنساب شو معياره، مين انت بتعرف شو معيار الاستنساب؟ اولا اذا هو بحاجه لغير شخص او مكون فكره كامله عنه، ممكن حسب تصريحاته للقاضي بيطار. ما صرح القاضي بيطار. بلا، هو قال على الاقل هذا التصريح على الاكيد، قال انه انا رح استدعي كل حدا وصله مراسله بموضوع النيترات. رئيس الجمهوريه بلسانه، مش انه نقلت عنه على الهوا لايف، طلع قال انا وصلني خبر بموضوع النيترات وبعت ورقه فيها او شيء من هذا الحكي. وقت حكي رئيس الجمهوريه لم يستدعى رئيس الجمهوريه، ولم يذهب حتى القاضي بيطار للاستماع الى رئيس الجمهوريه كما ينص الدستور. هيدي نقطه انا دائما بقول انه عنا انه يجب استدعاء رئيس الجمهوريه. انا مقتنع انه الرئيس كان عنده الوقت الكافي يطلع على الموضوع، ياخذ اجراءات كما اتخذ اجراءات بعده اجتماعات لمجلس الدفاع الاعلى ليظهر الشعبويه من خلال انه دعوه حاكم مصرف لبنان مثلا لعدم رفع الدعم، للتاخر في رفع الدعم او يعني دعم بنسبه معينه، كان يستطيع ان يلجا الى هذه الخطوه مع القوى الامنيه. انما كل فريق او كل شخص اراد ان ينفذ يديه يعني من هذا الموضوع، باعتبار انه النيترات قد تكون لاحد الحلفاء. من هنا هذه موضوع انا يعني مؤيد للتحقيق مع رئيس الجمهوريه. هي اول نقطه. النقطة الثانية قلت لك الاستنسابية، أنا ما بعرف كيف بتكون. أنا يعني بدي أشوف إنه قديش بعتبر إنه ما في لزوم يستدعي أحد إذا آخرين هن مثلا مدانين بالملف. بعدين إنه استدعى، عم نحكي عن حتى عن يعني المعيار اللي أخده حضرة القاضي بنفسه، قال أنا بدي أستدعي كل حدا وصله مراسلة بموضوع الميكروفون. أنا الملف يا أستاذ، نحن بالبلد طمعانين بالقضاء، إنه اليوم بدنا نعرف شو عم يعمل. القضاء بده ياخذ مداه، بس يطلع القرار بنقدر نعرف ونحدد. بس اليوم انه ليش استدعى هذا النيب ما استدعى واحد اخر؟ بدك تشوف بس تطلع القرار، مش هلا انت ما يعني هو القاضي هو اللي بحاكم، بس مش هن اللي بحاكموه قبل بوقت. اليوم اللي صاير هي عمليه محاكمه للقاضي قبل ما يصدر قراره، يعني بعد ما صدر هو حكم، هو بيصدر قرار ظني، قرار يعني يتهم فيه بعض الاشخاص ويروي يعني وقائع بيعتبرها مستمسكات عليهم. من هون هي عمليه حمله هجوم على القاضي، كل ما يحصل في اتجاه القاضي في غير مكان. احنا بنعرف كلنا انه القضاء بلبنان فعليا مسيس، مش عم بحكي تحديدا القاضي بيطار، بس انه القضاء بلبنان يتم تعيين القضاة من قبل السياسيين منذ على الاقل من 30 سنه. شو الفرق بين القاضي بيطار وغير قضاة؟ القاضي بيطار اليوم بين انه صلب ضميره حي مثل كثير قضاة. انا ما بدي اعمل مفارقه واسيء لعدد من القضاة على شو اسمه فادي اللي عمل القاضي مزهر، فادي مزهر، لا اذا بدك تعمل مقارنه في فرق كثير. شفنا القاضي مزهر قديش كان في رده فعل، قديش كان في طعن بقراراته، قديش بين دغري تجاوز القانون تيامن خبر تيامن رجع مجلس القضاء انصفه للقضاء، انصفه جوا التوازنات بالسياسه نتيجه ما حالف قال له هيك، لانه ما بدهم ينقصوا مجلس القضاء الاعلى،
بس ما حدا اعطاه يعني كف يده عن منافعه واعتبر انه اخطا. اليوم بدنا نحكي صراحه في مهزل اليوم، كف يد عن كف اليد عن كف اليد عن كف اليد. يعني بدهم يعطلوا القاضي، بدهم يعطلوا القاضي بيطال، بس تقول القاضي بيطال يعني في حدا بيشبهه؟ بعد ما شفت حدا بيشبهه انا. طب ليش حزب الله اخذ موقف حاد هالقد منه، علما انه بعد هو على الاقل بالعلن لم يستدعي احد من حزب الله؟ هذا السؤال اللي كثير برأيك بينسال عنه، وشو السبب انه حزب الله اليوم ما في يعني اي مؤشرات بتقول انه اتجه صوب الحزب؟ هن بيقولوا بده يتجه يحطها عندهم انه بمفهومهم، بس ما قالوا كيف، يعني ما قالوا بده يحملنا المسؤوليه تنقول نحن جبنا البضاعه نحن ظهرنا منها. في سؤال انه ما بدنا، رافضين. هذا الرفض كمان هو موضوع التباس يعني، وشك في حزب الله. هل انه حزب الله يعني لديه معطيات موضحه؟ لا، يوضح في راي عام يعني اليوم عم يعتبر انه حزب الله عم بهيمن على القضاء ويهدد القاضي، ولذلك انه ما في حجه عند الحزب طالما لم يعني يعطي وقائع يقول انه عندي اياها بين ايدينا القاضي بيطار ستصيبني، ما له حق يعمل هيك. طب مين برايك بيتحمل المسؤوليه الاكبر بانفجار مرفق بيروت اليوم؟ الامن، القضاء، السياسه؟ اذا قلت بالامن بقول لك بالامن. برايك المسؤوليه الاكبر على مين؟ ما فيني اقول لك، تقول لك ليش؟ مش لانه اولا يعني ما بتتحدد اليوم يعني تقول بالامن يعني انه كل العالم يعني برقبتها 220 ضحيه، كل المسؤولين برقبتهم 220 ضحيه ودمار بيروت. لا لا مش يعني كل الامن مش هيك، لا ما او بالسياسه. انا يعني انا خلينا نشوف يعني انا باخذ الامور بهذا المنحى، قد يكون في قسم بالامن، قد يكون في قسم بالسياسه، قد يكون في قسم من الفساد، انه في قسم من الاهمال، انه يا اخي شو بدنا في هالقصه نتركها بكره بتتعالج. في ناس بيقولوا اخي انه هيدي القصه انه نترات امونيوم ما توقعوا انه شو تداعياتها. في الاهمال يعني بقول لك اياها، في قصد الاحتمال اللي هو عم يعطيك الحق انه يحقق مع السياسيين. ما انا ما بقدر اقول لك استاذ انه الحق على السياسيين او الحق على مجموعه معينه، لانه انا برايي انه خلينا ننطر النتيجه، وهذا مش تهرب من جواب، لانه في ضحايا ما فيك تحملهم لحدا، تقول هو مسؤول عنهم. خلينا نشوف، مشان هيك انا بقول لك يروحوا عند القضاء ببين شو بيصير. بكثير ناس كان مفترض انه كان يعني اعتبروا انه ممكن ياخذ اجراءات بحقهم، مثلوا قدامه وظهروا ما صار في توقيف. بس هل يعني هل هذا النوع من يعني الاستنفار والهجوم من قبل البعض انه يا اخي طب كانه انتم كنتوا تاخذوا من القضاء، معودين كل العمر انه انتم فوق القضاء وفوق الدوله والمؤسسات. اليوم لا، في قضاء بدكم تخضعوا له، ومن ثم في مدعام تمييز، وفي يعني قصدي مدعام يعني حيكون بالمجلس العدلي، سواء كان مش رئيس عوادات لانه هو متنحي، بس انه ستظهر الامور، مش رح يكون في محاكمات يعني ظالمه مثل ما عم بيصير اليوم بالمحكمه العسكريه بحق كثير ناس، رح يكون محاكمات واضحه وشفافه. بالمجلس العدلي ما حدا في يلعب بال يعني اذا عنده شكوك، في وقائع، في محامي، في دفاع. بتعتبر حضرتك انه المحكمه العسكريه ظالمه بينما المجلس العدلي عادل؟ يعني يبقى افضل، يعني بقول انا انه المحكمه العسكريه ما في حق واسع للدفاع، على يعني لممارسه الحقوق يعني المتهم او يعني او المتهم او المدعي، يعني يعني بعطي مثل انه في اكثر يعني انفتاحا ومساحه اكثر للنقاش بالقانون. هذا عم لك ايه؟ ومصير الحكومه بظل هالازمات شو رايك وين بده يكون؟ بتبقى على حالها، لما في مؤشر الرئيس مئات طلب منه من الخارج ما يستقيل، وما في الا ما يتجاوب مع الطلب الفرنسي والاوروبي، وهو الى حد ما يخشى انه اذا استقال ترتد عليه بعلاقاته ممكن بعقوبات حسب بالبزنس تبعه، عدا عن البزنس تبعه جزء منه كمان. هو ما بده يستقيل لانه مش قادر يعني كما بيقولوا يخالف راي حزب الله والرئيس نبيل بيري بالبقاء، بترتب عليه كمان مسؤوليه بالداخل لانه هون كمان محمي، شفنا كيف انحمى بفساده بعده ملفات، فاذا لا يتجرأ على الاستقاله. معتبر انه مع الوقت بتقطع الامور، مستخف بالدور العربي انه ربما حدا يحكي مع الدول العربيه مع الوقت وتتراجع عن هذا الموضوع. يعني نحن فتنا باخر سنه من عمر عهد الرئيس عون، هل ممكن يتحقق انجاز بهيدي السنه؟ ولا ممكن يتحقق انجاز الا نهايه العهد عندما يعني يخرج الرئيس من قصر بعبدا، هذا يكون انجاز اللي هو يعني يريده الشعب.
انه مش العون يغادر قصر بعبده، هذا يكون الانجاز الاساسي. والباقي يعني نحن كل يوم في حاله غرق اكثر في الرمال المتحركه، غرق اكثر في الفساد، في الشعبويه، في المزايدات، وفي تدمير المؤسسات. هل يحاول توقع ميشيل عون انه ان 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 يعني يقدم اي يعني لا يستطيع المواطن بعيدا عن جمهور عماد عون ان يتوقع او اي مراقب ان عماد عون ان يقدم خيرا الى البلاد؟ هل برايك الرئيس عون او على الاقل الفريق يلي معه هل عم بيحاولوا يعطلوا الانتخابات؟ التيار غير متحمس لموضوع الانتخابات، يخشى من النتيجه، لذلك بده يسعى الى افشال الانتخابات، افشال اجراء الانتخابات، لانه تم يظهر من الانتخابات بحاله نيابيه اقل، كتله نيابيه اصغر. اذا طالت الانتخابات بيكون في انتخابات رئاسه الجمهوريه؟ اذا طالت الانتخابات معناتها نحن استاذ قدام نظام جديد. ليش قدام نظام جديد؟ هذا مجلس النواب الحالي ناقص 11 نائب، ناقص في 11، 9 استقالوا واثنين بحالة وفاة. لوقت الله يطول بعمر الجميع، بس إذا ما نعمل مجلس نواب انتخابات نيابية طيروها، بيوصل على الانتخابات الرئاسية بخلفية وبرأي عند الرئيس ميشيل عون والصهر وجبران باسيل بأنه بسنة 1970 انتخابات الرئاسية اللي كان فيها مرشح رئيس الراحل سليمان فرنجي ورئيس الراحل الياس سركيس صار فيها فرق على صوت واحد. ومن هون حيكون الكلام انه مجلس النواب ناقص ميثاقيا وناقص عدديا، و11 صوت بأثروا بالمعادله واي نصاب واي اصوات. بعتقد يخلوا البلد ميشيل عون وجبران باسيل على ما هو أسوأ من اتفاق الطائف يعني فيما خص المسيحيين، لانه سيقعدوا على الطاوله مقيدين وخاضعين لحزب الله للذهاب نحو عقد اجتماعي جديد اقله ما يكون هو المثالثه، على قاعده ربما تكون انه نعد جبران باسيل بانه رئيس المثالثه، ونظهر انها حققنا لرئاسه الجمهوريه عدد من الصلاحيات التي قد ترضي المسيحيين، عمليه الهاء المسيحيين واعطائهم يعني السم في الدسم، وبذلك نكون قد دخلنا في حاله يعني تحلل الواقع المسيحي من قبل ميشيل عون وجبران باسيل. حضرتك ممكن تترشح على الانتخابات؟ هذا موضوع اذا بده اقوله بقوله يعني بعد بحاله انه مش رغبه انا عندي، يعني انا عندي رغبه، في اشخاص مشبه بعضنا انه جربنا كثير، شفنا تفاهمات كثير، شفنا صفقات كثير لا سيما في البيئه المسيحيه، ما فينا نكمل على يعني على وتيره الصفقات والمصالحات اللي هي بتامن مصالح بس بعد احزاب شخصيه كما حصل في الاتفاقيات المسيحيه، انه ربما في عده اشخاص يعني بيكونوا ربما موجودين بضوا على يعني على افكار على حقوق مسيحيه حقيقيه لا تحمل يعني التقاسم المسيحيين كانهم يعني ملك لهذه الزعامات. برايك اذا صارت الانتخابات في تغييرات ولا رح تكون مش كثير قليل؟ مش كثير، لانه بدك تشوف تيار المستقبل وين. اذا رئيس سعد الحريري خاض الانتخابات معناتها سيخوضها بواقع جديد مختلف عن السابق، مش عملية انه نجيب عدد من النواب ونرجع رئيس الحكومة. رئيس سعد الحريري حسب ما سمعت وعلمت من 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 محيط يعني محيط فيه انه اذا كان في خطة متكاملة بحيث يكون على خط يعني المجتمع العربي والدول العربية تخوض يعني انتخابات سياسية بامتياز بتكون بداية يعني مرحلة جديدة. هيدي نقطة. النقطة الثانية يعني بدك تشوف القوى المسيحية كيف بتتعاطى مع الانتخابات، شو بتحقق. نحكي نحن تحديدا المجتمع المدني، هل رح يحقق ما بدي لك المجتمع المدني يعني عم نشوف انقسامات فيه. بالمجتمع المدني في ناس يعني بريئين جديين صافيين، وفي قيادات عم تحاول تركب هذه الموجة كما هو في الأحزاب. بدك تشوف كيف يوصل على الانتخابات يعني بأي تحالفات بأي خلافات. قبل هلا قبل هيك ما فيك تعرف
الامور كفاحه بهذه البيئه. شكرا لك كثير استاذ سيمون، وشكرا لك كثير لك. تابعونا بحلقه جديده من جراند انترفيو.